المهم يا شباب، سيارة فورد كرام فيكتوريا 2006 جاب لنا إياها العميل، يقول فيها تفتفة. شيكنا لقينا في واحد من السلندرات فيه مسفير، فكينا البوجي والكويل، شوفوا بالله وضعه. لا والمشكلة يقول مغير البواجي متى؟ قبل 4 شهور. متأكد؟ اي والله 100%. لكن يمكن تقرأ سرعة علشان مكانه صعب، عرفت انه جوا فما عرف يفكه، ما عرف يفكه، وانه غير السبعة وترى كذا. ما بنظلمه نقول ممكن نسيه. اي بس صلى على النبي، انا 4 شهور ماني والله مهمل السيارة. اعانك الله. عموما انا تقديري البوجي هذا له سنوات، مستحيل يكون اشهر. حتى بالرقم القديم ترى، أي. لان الجديد يجيك ازرق الخطوط حقته، يعني لا من النوع القديم. متى انقطع الاصدار هذا؟ والله قبل يمكن ما ادري سنوات، يعني 4 سنوات 3. الله يعوضك خير، والحمد لله انه بيض الله وجهك، قدرنا نفكه اصلا. بيض الله وجهك، وجهك ابيض والله يسعد. حياك. هذا اليوكن في تفتفه ولقى فيه مهدي تكايه فيها مشكله، وصور لنا فيديو منها ان شاء الله انشر لكم اليوم على التويتر وهنا. لكن الحين وين رايحين؟ بوريكم وين رايحين. المواقف نشوف السكويا. طيب هذا الفورشنر غرقان وللتو وصل مرة أخرى، ونشوف إن شاء الله إيش مشكلته، لأنه أخذوا صاحبه على التلميع وفكوا ونظفوا زي ما أنتم شايفين، فارغ تماما من الداخل لأنه غرق كثير يعني. والله يقدرنا أنه نشغل هذه السيارة، مع أنه آخر مرة جتنا أو بمعنى صح قبل ما نوديها التلميع، إيش اللي حصل؟ كان فيه التماس هنا وكنا نشوف أثار نار، يعني أثار حرق. شوفوا كيف الأفياش من جوا، شوفوا أثار الموية وأثار الملح. وهذه سيارة مهدي ما فيها شيء، لكن أنا رايح أشوف سيارة ثانية، رايح أشوف السكويا. تاركينه واقف من أمس تمام، بعد ما صلحنا نظام الحقن الهوائي الثانوي. حلو الترجمة صح؟ طبعا توفيرا على العميل، ما غيرنا قطعها ولا نصلح اللي، والصمام كان فيه شوية مشاكل صلحنا. وبسم الله الرحمن الرحيم شغلنا السيارة وما في ولا لمبة. ننتظره يسخن، ناخذ فيه لفة نجربه، إذا سليم 100% ندق على صاحبه ياخذه بإذن الله تعالى. صورت منه بعض المقاطع، إذا كان عندي وقت كمان ممكن أصور مقطع فيديو على اليوتيوب ننزله لكم، وإن شاء الله تستفيدون من بعض المعلومات اللي نطرحها لكم. على فكرة اليوم نزلت على اليوتيوب مقطع حق فورد إيج، جانا من فترة يمكن شفتوه، وكان في مشكلة في الجير بوكس والحمد لله صلحناه بدون توضيب للجير، والمقطع موجود على قناتي في اليوتيوب. شباب اللي ما يعرف قناتي على اليوتيوب، اللي ما يعرف تويتر، بفضل الله بس تكتب على جوجل أحمد الحربي حتلقى كل قنواتي موجودة، أو داخل القنوات نفسها يوتيوب اكتب أحمد الحربي تلاقيني، تويتر اكتب أحمد الحربي حتلاقيني، وهلم جرة. اسمع مهدي، الاكسبلورر هذا وش فيه؟ ما في شيء، هذا سيارتي يا ابن الحلال. بالله عليك بغيت افك الجير يا رجل. طيب تدري احمد ايش سوى في سيارتي؟ ايش سوى؟ بالله ما علمك. لا والله ما علمك. انا معي اكسبلورر زي هذا اذا ما عندك خبر. ايه. وفي فتره من الفترات جانا زبون يبغى كمبيوتر وكان متعطل، ايش تتوقع احمد سوى؟ والله لا طلبني قال ابغى مفتاح السياره، قلنا ابشر. اوه اللي اخذ باع الكمبيوتر على زبون. باع الكمبيوتر. فانج الله يهينكم دبروا لي كمبيوتر ولا ترني بفتككم من السياره دي. حلالك مره مرتين الله يبيض وجهك. اسمع اسمع اسمع، اوتوميكانيكا القادم ترى المتابعين ينتظرونك في اوتوميكانيكا دبي. ما شاء الله تبارك الله. اي شو شو قد قالوا لي اذا جيت بدون مهدي ما ابغاك. بنجيك والله نجيك. خلاص جهز جوازك وظبط السكسوكه وزين امورك. هل يعني اذا جيت اجدد الجواز يعني بيسامحوني؟ يرحم امك، دبي دبي بلدنا الثاني بالطاقه. يعني اي ما يبغى له. اور معك. خذ الله يعطيك العافيه. فيديو فيديو. كيف السكويا؟ بيض الله وجهك، رحم الله والديك وجمل الله حالك. والدينا والديك. شغلك يرفع الراس، واوصي واحذر من تخرب عليها اي سياره انه يجي عند ابو فيصل. الله يعطيك العافيه. افضل من 1000 عامل يصنعي. بس قلت لي أبهر. بس قلت لي كلمه غريبه ما يقولونها الزباين، تقول لا تبقي لا تنقص في السعر. انا اقول ريال واحد انا ما طلبك تبقينا، تبغى ازودك ولا لا ازودك. الله يجزاك. شغلك نظيف. الله يجزاك. رحم الله والديك. والدينا والديك. لاحقك يلا توكلنا على الله. هذا الوالد صاحب السكويا بفضل الله صلحنا له، ما كان متوقع انه يتصلح بالتكلفه اللي صلحناها بفضل الله، كانت منخفضه جدا. وراح كذا محل قبل وطلبت منه مبالغ كبيره جدا، والحمد لله تصلحت وبنلحقه بيته قريب وبيرجعني بسيارته الاخرى، فالله يعوضه خير ويرزقنا بما اعطانا.
طبعا كانت التكلفة لهذه السيارة يا شباب للإصلاح 800 ريال. البعض منكم قد يستغرب أنه كثيرة، ترى طلب منه في ورشة أخرى 600 ريال للفحص فقط، لفحص النظام بدون ذكر أسماء طبعا، وأكيد هم لهم مبرراتهم. طلبني ألحقه أوصله البيت، أوصله السيارة، واختفى الله يعطيه الصحة والعافية. شكله يسرع. هذا يا شباب فورد إكسبيديشن، بس خلوني أوريكم شغلة. جايتنا السيارة من الطايف وسبق غيروا لها دعسة بنزين وكمبيوتر، هذا كمبيوترها القديم، وما ضبطت السيارة، السيارة تقطع دعسة البنزين. تابعها أحمد، خليني أسمعكم كلامه. طبعا لقى فيها مشكلة في الضفيرة وصلحها، وبإذن الله أن السيارة سليمة. الآن مشى فيها أحمد 55 كيلو، والسيارة 100% ما شاء الله تبارك الله. فبعض الفنيين لما مثلا يشوفني أنا أو غيري، جتنا إكسبيديشن وطلعت ما تدوس بنزين والمشكلة من الكمبيوتر، وغيرنا الكمبيوتر وضبطت، جتنا سيارة ثانية فيها مشكلة في الدعسة وغيرنا الدعسة وضبطت، مو معناها أن كل السيارات نفس المشكلة، لازم تفحص نقطة نقطة. عشان تفحص نقطة نقطة خليني أوريكم. هذه بقايا المالتي متر، وهذا مخطط الضفيرة كامل، شايفينه؟ طبعناه كاملا وتابعناه نقطة نقطة لين وجدنا المشكلة وين. وللأمانة السيارات الأمريكية متابعة ضفائرها أسهل من السيارات اليابانية، والسبب هو توفر المخططات بشكل جدا ممتاز مقارنة بالسيارات اليابانية. وهذه أوريون تتأخر في التشغيل، اشتغل فيها صاحبها كثير وما انحلت، وقاعدين نشتغل عليها، قاعدين نقيس الضغط بالضبط. يلا حيو سؤال طال عمرك، الإكسبيديشن ايش طلع فيه؟ ضفيرة. وتم إصلاحها؟ تم إصلاحها. كم أخذت في يدك؟ نقول ربع ساعة. عطنا إيش الأشياء اللي خلتك تصلحها في ربع ساعة ما شاء الله تبارك الله؟ نقول إن شاء الله نتصلح لازم العميجر. خبرة مكتسبة يا قلبي يا عمر، يعني أروح مجاملة. أيوة. الشيء الثاني مخططات موجودة أنت موفرها الله يعطيك العافية. حلو. الشيء الثالث معطيات السيارة، جاية فيها معطيات السيارة، سبق إنه غيروا لها مجموعة كنترولات فنفت الشكوك، وبرضو تأكدت منها لكنها نفت 70% من الشك. أكثر شيء تأكدت من الضفيرة، ودائما الضفيرة إذا تشيكت عند أحد بقي معك ثانيتين. أيوة. إذا تشيكت عند أحد قبلي أعرف، إذا تشيكت عند أحد قبلك إيش يصير أعرف من فين أبدأ. هذه هندسة اجتماعية يسمونها، لأنك تتوقع المهندس اللي قبلك إيش أخطاءه. أيوة. وأعرف فين شيك، وفي بعض الأماكن أنا أتفادها لأني أعلم أنه حتى المهندس الغير جيد أنه بشيك الأماكن هذه، أنا راح أشيك. وإذا المهندس جيد؟ إذا المهندس جيد ما بيجيب لك السيارة. صح، إجابة جميلة. والحين دور إنجينير مهدي، مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور. مستر مهدي، إيش المشكلة في السيارة هذه؟ والله شوف، المشكلة هذه فيها مس فاير. مس فاير يعني إيش؟ مس فاير يعني في واحد من السلندرات لا يشتغل بشكل صحيح. بشكل صحيح. الإشكالية الضغط في هذه السيارة، اختبرنا الضغط، غيرنا البواجي، اختبرنا الضغط، الضغط 125 يعني ممتاز، يعني جيد، ما في شيء. أه. المفروض يشتغل، وفجأة تلاحظ ان فيه لازال موجود مس فاير. طبعا لو كان الضغط ما هو موجود على طول تقدر تحكم على التكاية على البلوف. بس كنا نختبرها اختبار حي، نفكها ونشاهد عملية ايش التكايات، ونشوف كيف عملها اللي هي العصافير، نشوف كيف عملها على التكا على البلوف. حلو. هل هي تعمل ولا لا؟ والآن أوريها المشاهدين ان شاء الله قريبا. حلو. طبعا مفكوكة غطى البلوف، لاحظوا الآن إذا اشتغلت السيارة وش اللي راح يصير. البلفين تابل فجأة يوقف. طول عطفت كيف؟ وقف أجيب سيدة أبو دكار إنسان، أعطلكم العلامة على المكان اللي وقف. وقفت لاحظوا إيه؟ هذه واقفة اللي على اليمين واقفة، وهذه هي المشكلة اللي مسوية المس فاير. يلا حيو، ماذا تعبي؟ ماذا تعمل يعني؟ وش تعبه ها؟ وش تعبه؟ وهذا الفني المبدع، عشان لا تقولون أبناء الوطن لا يعملون، أبناء الوطن مبدعين.
الكهربائي موجود في الورشة، والميكانيكي موجود، والمبرمج موجود، وحق السواليف محدثكم موجود، كل الفئات موجودة. أمشي السواليف. ومهدي ناسا موجود. ترى خلاص لزق فيه اللقب. ناسا. هذا الرجل عملاق يا أخي. أي واحد فيهم؟ هذا والله. أفكرك تقصدني يا رجل. لا لا. أبغى واحد مرة يضبطني. أنت قدام حرف، قدام حرف. الله يعطيكم العافية. ياك ان شاء الله. يلا سلام عليكم. سلام عليكم. يلا تب تب تب. وهذه ختامها رايحين للبيت، اتمنى انكم استفدتوا بالفعل من سنابنا، وراح انقل هذا المقطع لليوتيوب، واتمنى من متابعينا على اليوتيوب اللي يحبون يشوفون اليوميات والاصلاحات السريعه وطرق الفحص انه يتابعونا على سناب شات. راح احط لكم صوره الكود حق سناب شات على هذا الفيديو بشكل واضح، وحياكم الله معنا، ونتمنى لكم دائما الفائدة. أتمنى أني أنقل مقاطع أكثر وأكثر على اليوتيوب، ولكن الوقت لم يعد يساعدني بأنه أنقل الكثير من الفيديوهات، مع أنه في فيديوهات كثيرة جاهزة وبإذن الله ننقلها لكم قريبا. لم يكن مخطط أنه أنقلها على اليوتيوب، فكل منصة من منصات التواصل الاجتماعي لها برستيجها الخاص. فسناب شات لليوميات، احيانا نضحك، نمزح مع متابعينا، نمزح مع حبايبنا المبدعين في المركز، ولكن اليوتيوب لا، يحتاج له شروحات اكثر وضوحا، معلومات اكثر عمقا، ولكن ان شاء الله تكون مفيدة لكم يومياتنا على السناب شات.